بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. برغم التكبيرات اللي احنا سامعينها دلوقتي، لان النهاردة مصر والسعودية وكذا دولة اعلنوا عن ان النهاردة العيد، الا ان في دول كتير تعذر فيها رؤية الهلال، واصبح النهاردة اليوم 30 لرمضان عندهم، وكان لازم نرصده علشان نقف على شكل الشمس ويبقى رصدنا رمضان كله زي اليوم. ما فيش عندي مشكلة، انا معايا 30 دقيقة ان شاء الله قبل صلاة العيد نحاول نستطلع مع بعض منظر الشروق ان شاء الله. متبقي اقل من دقيقة والشمس هتتولد ان شاء الله. هنعمل زوم على المكان اللي الشمس هتطلع منه. شباب هروح عند المأذنة دي كده ان شاء الله. قرص الشمس هيبدأ بالظهور جنب المأذنة دي كده. لو احنا فتحنا الزوم هنشوف شفق لونه برتقاني ومجموعة من السحب كده قدامه. الشفق واضح، الضوء اللي فوقيه يا شباب انتوا شايفين معايا اهو. هنا برضو اهو ادي الشفق باين اللون البرتقاني بتاعه اهو. وبننتظر ميلاد شمس ليلة 30 رمضان. الناس انا كنت لسه بتكلم ان دي الناس اللي هم صايمين النهاردة، انتوا ربنا اداكوا هبة ما ادهلناش ان معاكوا جمعة خمسة في رمضان. جمعة خمسة في رمضان، فسبحان الله العلي العظيم، يعني ادالكوا هبة النهاردة رمضان. ليلة جمعة ساعة اجابة، وكمان محسوبة لكم في رمضان، ناس صايمين. فربنا يا رب يكرمكم بالجائزة الزيادة دي وبالهبة الزيادة دي. ان شاء الله لحظات كده ويبدأ اهي. بدأت يا شباب، تعالوا كده نشوف هنا شباب عشان الزوم. شايفين قرص الشمس بيبدأ يظهر جنب المأذنة اهو شباب. بسم الله ما شاء الله، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. بتبدأ بلون برتقاني جميل قوي. الناس شايفين اهي بتبدأ هناك في الظهور اهي بتتولد. طب انا عايز اقول لكم على حاجة بقى. انا لو كنت دلوقتي الساعة 5:18 دقيقة بداية ميلاد قرص الشمس بالظبط، لو انا كنت قاعد على المسطح المائي في المكان اللي بنصور منه، تعالوا نفك الزوم على ما الشمس تطلع وهوريكم نهاية اليابس. شايفين الغيم اللي حاصل هناك ده كده اهو، دي نهاية اليابس يا شباب. هوريكم الغيم او الشبورة او الابخرة اللي قافلة في المنطقة اللي هناك دي، فما كناش هنشوف القرص بالشكل اللي احنا بنشوفه حاليا هنا اهو. بدأ ميلاد القرص بالشكل اللي احنا شايفينه ده، سبحان الله العلي العظيم، شكل برتقاني جميل قوي. هو اكيد واضح ان هيبقى فيه ضوء، يعني احنا في المغرب 30 يوم صيام. ربنا يعينكم ان شاء الله على اليوم ده، والله العظيم دي هدية من ربنا ان انتوا معاكم جمعة خمسة في رمضان احنا ما طولناهاش. الجمعة فيها ساعة اجابة، انتوا صايمين وفي رمضان، ربنا يبارك لكم يا رب في اليوم بتاعكم. سامعين التكبيرات، كل الجوامع بتعلن بالتكبيرات عن العيد ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. الرطوبة صحيح،
تعالوا نشوف جهاز الرطوبة. الرطوبة أكيد أكيد فوق المسطح المائي هناك هتبقى مختلفة. تعالوا بصوا كده شباب، بصوا كده الرطوبة معايا كام. الرطوبة معايا 52% لأنه بعيد عن المسطح المائي، ودرجة الحرارة 17.2، الساعة 5:21. الرطوبة هنا أكيد هتبقى أقل من مكان المسطح المائي. في شعاع؟ طبعا واضح إن فيها شعاع شباب، واضح إن فيها شعاع، هي حتى أهي ورا السحب فيها شعاع، وشعاع واضح يعني هي اتولدت فيها شعاعها ما شاء الله عليها. الضوء واضح تماما، الشعاع اللي فوق اهو شباب شايفين، في شايفين فوق في الـ في الـ في 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 السطح من فوق الشعاع واضح ازاي. انا مش عارف، اعتقد ان المكان ده افضل للتحري من المسطح المائي، الله اعلى واعلم يعني. لو ليلة القدر طلعت يوم 30 عند الناس اللي صايمة 30 يوم، بصراحة هي عمرها ما طلعت معايا يوم 30، طلعت معايا مرة 25، مرة 27، مرات كتيرة قوي 29، والشك الكبير قوي السنة دي في 28 بصراحة، لما ما شفتهاش 30 علشان اقدر افتي لك ظهرت 30. لا ما ظهرتش 30. الله اكبر، الله اعظم، الله اكبر. واضح الضوء بتاعها يا شباب، واضح الضوء كويس جدا وواضح قوي حتى فوق في السحاب، ضوءها واضح تماما شايفين هنا. محصورة بين 28 و29. لا يا شباب 29 دي احلى ليلة انا بحبها يعني، ومن كتر ما هي ظهرت فانا كنت منتظرها 29. 29 شنو، اعمل حسابات خالص، 27 و28. اللي حابب ياخدها 27 زي الفل، اللي حابب حاسسها 28 زي الفل. احنا خلاص العشر ليالي اتعلمنا درس كبير قوي، ان العشر ليالي هم ليلة قدر، فاحنا هنقوم العشر ليالي وفي اخر، اصل خد بالك لو حديث الشعراوي سليم والشافعي بيتقلب وتر عمرك ما هتعرفه الا لما ينتهي رمضان ويقولوا لك ده كان 29 ولا كان 30. فالافضل الافضل ناخد العشر مفاتيح يا شباب بتوع الخزنه، احنا هناخد العشر مفاتيح ونروح نجرب انهي مفتاح هيفتح الخزنه اللي مليانه. الضوء واضح تماما يا شباب، انا اقدر شايفين الضوء عامل ازاي، الاشعة بتاعته ظاهرة خالص اهي. نعمة جديدة من نعم ربنا، اليوم الجديد اللي احنا صاحيين فيه مع بعض ده، ربنا عاطي لنا فرصة يوم كمان نستغفر نصلي نزكي نصلي وندعي، فوالله نعمة كبيرة جدا يعني. حتى لو 9 مفاتيح خدهم يا أخي. ما هو فعلا للأسف السنة دي 9 مفاتيح بس. المقصد يعني إن احنا ناخد الليالي كلها، ودي بصراحة علمتني تمام، لأن أنا كنت نازل بشد الهمة قوي في 27 وفي 25، وجت ليلة 29 انا حسيت اني طبعا بعد تغيير الجو وبعد الطمأنينة اللي الواحد حاسس بيها
فانا خلاص قلت هي ليلتنا زي كل سنة، انما بصراحة اخدت حتة درس. انا زيكم، ما اخفيش عليكم بصراحة، زيكم اتصدمت اول ما دخلت، اصلا شفت منظر الغيوم حسيت ان في حاجة هتحصل، وطبعا اتصدمت. الواحد بيبقى حاطط امال كبيرة قوي على يوم، بس ده غلط، ده غلط مني وغلط منكم. ان شاء الله الغلط ده يتصلح السنة الجاية، والعشر ليالي هم ليلة قدر ان شاء الله باذن الله. طبعا الضوء بتاعها بقى واضح تماما اهو، شايفينه يا شباب؟ الأشعة بتاعتها بقت واضحة جدا من ورا السحاب، بقالنا 10 دقايق بنصور، شيل منهم دقيقة أو دقيقتين، يعني الضوء ظهر بعد 9 دقايق. مش عارف يا شباب، أنا حاسس إن المكان ده أفضل لي بكتير من المسطح المائي. المسطح المائي هناك فوقه غيمة، ولو فوقه سحابة تقيلة مش هعرف أشوف الشمس إلا لما توصل للمستوى ده اللي هي بعد 9 دقايق. لو تفتكروا، لو قدامي غيمة بعد 9 دقايق بقدر أشوف الشمس بالضوء ده. طب احنا شفناها من قبل كده، عشان المكان ده بعيد شوية عن الأبخرة، واحنا كمان من فوق من أعلى نقطة. طبعا ضوء شديد جدا اهو. أنا هستأذنكم النهاردة، مش هقدر أطول الفيديو، الضوء شديد علشان نلحق صلاة العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. زعلان جدا ان خلاص كده الفيديوهات بتاعتنا خلصت، كل حاجة هتقف لحد السنة الجاية لو ربنا كتب لنا عمر نتلاقى تاني. وهرجع افكركم باللي حصل السنة دي، علشان ان شاء الله من ليلة، مش من ليلة 20، ده من ليلة 19 رمضان لو ربنا كتب لنا عمر، السنة الجاية ننزل نبات في الجوامع. خلاص الموضوع انتهى، مش عايزين يحصل لنا زي اللي حصل السنة دي، في اننا مش عارفين هي بقت ليلة ايه. شكرا لكم والسلام عليكم يا شباب.